هل فعلا أن نظام الدفع الإلكتروني لربما سيحافظ على الكتلة النقدية للدينار وقد يساهم في رفع قيمته أمام الدولار كما صرح المستشار المالي الحكومي مدير محمد صالح؟ نعم، التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني راح يشكل بشكل كبير عامل مؤثر على عدم استخدام الكتلة النقدية، وبالتالي احنا راح نحقق بها نتائج كبيرة بالتأثير على سعر الصرف. سعر الصرف اليوم دا يوصل إلى ليفل عالي جدا نتيجة وجود كتلة نقدية بالسوق لدى التجار، بالتالي يسيطرون على التعامل بها. احنا اليوم سعر الصرف ممكن انه نحد من عنده من خلال التعامل الإلكتروني، من خلال الأتمتة، من خلال استخدام الصحيح للبطاقة الإلكترونية، فراح يشكل لنا عامل جيد جدا في الحفاظ على مستوى الكتلة النقدية. احنا نريد نطلع الكتلة النقدية اللي موجودة داخل المساكن والتجار اللي فقدوا الثقة بالمصارف. المصارف الحقيقة اكو بيها فجوة بينها وبين المواطنين، ابتعد المواطن عن الإيداع في المصارف. احنا حتى نحقق هذه الثقة ونرجعها وننميها، احنا نصدر له بطاقة دفع إلكتروني ويودع فلوسه بالمصرف دون خسارة أي مبلغ ودون دفع أي عمولات. هاي ما راح يصير بها أي ضرر على المودع أو مستخدم البطاقة أو حاملها، بالعكس راح تعطيه تسهيلات أكثر. وبعدين حتى في تعاملنا بالدولار راح يختلف، لأنه أنا راح آخذ على سعر الصرف على 1320، حتى وإن سافرت وبطاقتي بيها فلوس عراقية أقدر أستخدم الدولار خارج العراق بقيمته الرسمية، وبالتالي راح نقطع الطريق أمام شركات المضاربة بالعملة اللي أسهمت بشكل كبير بالضرر، على خصوصا في مجال السفر اللي يروحون يقطعون 3000 دولار اليوم يعانون معاناة كبيرة. كل الشركات عندما تراجعها يقول لك أنا خلصت، وبعدين هذه الحقيقة ظاهرة غريبة يجب متابعتها من قبل البنك المركزي والأجهزة الأمنية.